برج الأسد يتمحور هذا العام حول التقدم الشخصي الذي ينبغي أن يكون نبأً عظيماً. من المحتمل أن يكون لديك المزيد من الطاقة لإنجاز العمل وترك البعض للاحتفال بعد ذلك. ستكون طاقتك الإبداعية في ذروتها، لكن من غير المحتمل أن تؤثر على شعورك بالواقعية. هذه السنة رائعة للعمل على الأهداف والأحلام الشخصية. يمكنك إنجاز أي شيء إذا كنت تحاول بجد بما فيه الكفاية حتى في الأوقات الصعبة. على الصعيد العاطفي، 2020 هو عام للتغيير عندما يتعلق الأمر بالعلاقات كلها، الرومانسية أو غيرها. قد تكون هناك بعض المشاكل في حياتك الرومانسية إذا لم تكن مع الشخص المناسب، أو حتى إذا كنت كذلك. يمكنك القيام بأمرين عندما يحدث هذا: حاول حل الأمور أو التخلص من العلاقة. من المحتمل أن ترغب في معرفة المزيد عن شريك حياتك هذا العام، مما قد يجعل الأمور أكثر إثارة أو فظاعة، اعتماداً على ما ستعرفه عنه. إذا كنت تبحث عن علاقة جديدة، فربما عليك البحث عن علاقة خالية من الالتزامات. عندما يتعلق الأمر بعلاقتك مع أسرتك أو أصدقائك، فقد تحتاج إلى تقديم العديد من التنازلات هذا العام. في بعض الأحيان، عندما يشعر أصدقاؤك وعائلتك بالإحباط، فإن الأمر سيعود إليك لمحاولة إسعادهم. إذا كنت أسد حقيقي، فلن تكون هذه مشكلة بالنسبة إليك. على الصعيد العملي، ستكون هذه السنة أكثر تركيزاً من أي وقت مضى عندما تكون في العمل. على الرغم من أنك قد تضطر إلى التعامل مع بعض سياسات المكاتب المزعجة، إلا أن وظيفتك يجب أن تكون سهلة بالنسبة لك في معظم الأحيان. ومع ذلك، فمن المرجح أن تحصل على مزيد من المسؤوليات كذلك. حاول تكوين صداقات مع زملاء العمل ورؤسائك. هذا يمكن أن يخلق الاستقرار في وظيفتك، وحتى يساعدك على التميز. تأكد من أنك لا تفعل العكس وتسبب تعارضاً في مكان العمل. على الرغم من أن هذا سيجعلك ملحوظاً أيضاً، إلا أنه لن يكون جيداً. على الصعيد المالي، هذا العام سوف تشعر أنك أكثر ميلاً لتوفير أموالك من إنفاقها. لهذا السبب، من المحتمل أيضاً أن تركز على ميزانيتك وتهتم بها أكثر مما كنت في السنوات الماضية. اغتنم الفرصة لكسب المزيد من المال. على الصعيد الصحي، قد تشعر بدافع أكثر من المعتاد هذا العام لتجربة أشياء جديدة. في حين أن هذا أمر عظيم لعقلك، إلا أنه رائع لجسمك. من المرجح أن تجد متعة في تجربة تمارين جديدة أو تناول أطعمة جديدة. من المهم بشكل خاص أن تأكل جيداً هذا العام لمنع المشكلات الغذائية. مشكلة شائعة لدى مواليد برج الأسد، وهي قلة النوم. لذا حاول العمل على ذلك لتجنب التعب العام والمشاكل الصحية التي يمكن أن تصاحبها. والآن نظرة سريعة على الأبراج الشهرية. يناير هو الوقت المناسب للتأمل والتفكير في المستقبل. فبراير هو الوقت المناسب لوضع خطط كاملة، فلا تهدر طاقتك على التفاصيل البسيطة. مارس هو الوقت المناسب للعلاقات الرومانسية الجديدة. لا تبدأ شيئاً جديداً على صعيد حياتك المهنية.
أبريل هو الموعد الذي ستتعامل فيه بشكل جيد مع ما يحدث من حولك. مايو شهر رائع لبدء مشاريع جديدة ومساعدة الآخرين في القضايا الاجتماعية. يونيو هو شهر مناسب عندما تواجه الحياة بابتسامة على وجهك. يوليو ستتمكن من اغتنام الفرص التي ستطرق بابك. أغسطس ستكون مليئاً بالحيوية والعاطفة الجديدة. سبتمبر هو شهر للتعارف والحفلات، فقط لا تبالغ. أكتوبر شهر مستقر يسوده السلام، هذا هو الوقت المناسب للعودة والوقوف على قدميك. نوفمبر سيكون شهراً جيداً، الشؤون المالية أيضاً ستكون ممتازة. ديسمبر هو الوقت المثالي للقيام برحلات إلى الأماكن المقدسة أو قضاء إجازات روحية مع أحبائك. إذن عزيزي الأسد، بشكل عام هذا العام يأتي مع تحولاته مثل أي سنة أخرى، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون من الصعب بالنسبة لك. من المرجح أن يكون لديك سنة سهلة وممتعة. اغتنم الفرص التي من شأنها تحسين حياتك. كالمعتاد ابذل قصارى جهدك لمحاولة تحسين نفسك بطريقة ما. كل عام يمثل فرصة أخرى لتحقيق مستقبل أفضل لنفسك، لا تهدر ذلك. تابعوني ولا تنسوا الاشتراك معي في هذه القناة وتفعيل الإشعارات. سنطرح توقعات هذا البرج أسبوعياً.